معانا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن ضياء السيد المدرب العام الاسبق لمنتخب مصر. كابتن ضياء مشرف ومنور كالعاده. ازيك يا كريم، عامل ايه؟ اخبارك يا كابتن ضياء؟ اجازه سعيده يا عم. انت وحشتني. راجع سخن، راجع سخن. لا ده ما فيش بقى، ما هو سخن انت اللي بتبقى سخن على طول يا كابتن ضياء. يعني انا يعني قلت ادام هنبدا كده يبقى نبدا معاك انت على طول يا كابتن ضياء. اخبار حضرتك ايه؟ واحنا لا نخلو من السخونه يعني. صح كده. اخبارك يا كابتن ضياء؟ امورك حلوه؟ الحمد لله كله تمام. الكلام اللي انا كنت بقوله من شويه فيها الناس، بعض الناس تقول لك كان خد فلان وما خدش فلان ازاي والكلام ده كله، وقعدت اشرح شويه انه في طريقه معينه الاجهزه الفنيه للمنتخبات بتختار بيها اللعيبه. لو حضرتك تشرحها اكيد هتشرحها احسن مني. لا هي من بقت من الموروثات ان احنا مع كل قايمه يكون في جدل. فده مش هتقدر تغيره مهما قلت وحاولت وشرحت. هو اللي زاد شويه يعني في الاخر، الكلام ده موجود من زمان لكن ما كانش بالقوه دي. مع كل التقدم بتزيد الاعتراضات وبتزيد الانتقادات مع السوشيال ميديا، مع التمسك بتشجيع الانديه، فدي بتبقى فيها جدل يعني. صحيح. فالجدل ده انا مش هينتهي طبعا. انت قلت حاجات كلها بيختار على اساس المدير الفني، على اساس فني، على حاجات، طالما ما فيش اي حاجه تانية، اي عائق تاني يمنع انك تضم حد، عائق سلوكي، عائق اي حاجه يعني. لكن طبعا الحاجات الفنيه اللي بتدار داخل اوضه الاجتماعات مع الاستاف الفني بتبقى فيها حاجات مش لازم تطلع كلها للناس. صحيح. مش لازم كلها تطلع للناس. لكن صحيح. في النهاية المدير الفني بيبقى شايف انه ده افيد حاجة ليه، الاختيارات دي بتبقى احسن وهتفيده بناء بقى على مراكز، بناء على طريقة لعب. انت بصراحة غطيتها كويس. صحيح. في تفاصيل كتيرة يا كابتن ضياء والناس ما تعرفوش برضو ان انتوا في اوضه الاجتماعات دي بقى اللي حضرتك كنت لسه بتتكلم فيها دي بيبقى فيها خلافات ومناقشات وافكار جدا ومقارنات ما بين في المركز وعرض طريقه وعرض مواقف للاعب الفلاني واللاعب الفلاني، حاجات كتيره في النهايه بيبقى فيها مناقشات. ولما يبقى في جدل على حاجه معينه يعني على اسم او اسمين. صحيح. انت واخد بالك؟ لكن في ثوابت وفي حاجات بتبقى معروفه للناس كلها. بتبقى واضحه يعني. طيب احنا مرينا بظروف صعبه الفتره الماضيه، الفتره القصيره ما بعد كارلوس كيروش مع منتخب مصر. تتوقع انه الامور دي تتحسن الفتره القادمه؟ شايف انه في امور اتحسنت فمعاها الجهاز الفني هيلاقي معاونه ومسانده ان المنتخب يبقى بشكل افضل، ولا شايف ان احنا ممكن نواجه نفس الصعوبات الفتره اللي جايه؟ بص، هو اكتر حاجه متوفره وما توفرتش ممكن لمعظم المدربين هي التوقيت. الاوقات فيها براح كبير جدا 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 بالنسبه لكيتوري. عنده وقت، بطولة افريقيا تأجلت، عنده مش مطالب ببطولة افريقيا، عنده كأس عالم سنة 26، عنده تعاقد 4 سنين، عنده كأس عالم المفروض انه لو اتعمل 48 ان في تسعة فرق ونص من افريقيا، فالمفروض انك ما بقتش الهدف انك توصل كأس عالم، بقى الهدف انك تعمل تيم لكأس العالم. مظبوط. ما اعتقدش انه في عوائق غير التوقيتات. والتوقيتات متاحه جدا جدا جدا، هيستخدم كل الاجندات باريحيه كبيره جدا. يعني اول يعني لك ان تتخيل وهو عامل عقد 4 سنين، اول مشاركه رسميه بعد 7 شهور. صحيح. يعني حتى المشاركتين اللي كانوا قريبين الحمد لله ان هم اتاجلوا. فهو عنده اهم عائق دايما كان بيقابل ازاي المسابقه بتاعتك مش منتظمه، ازاي تستخدم الاجنده الدوليه، تعارض المشاركات الافريقيه، كل ده مع بدايه الدوري الجديد اعتقد انه هيبقى منتظم حسب ما اتقال. المشاركات الافريقيه واضحه ومعروفه. فهو عنده اوقات، عنده وقت متاح كبير جدا انه يقدر يشتغل. والاهداف بعيده يعني، اول هدف بعد 4 سنين حتى. صحيح. الهدف ده سهل. صحيح. يعني حتى الهدف ده سهل. فانا كنت كان نفسي بس الهدف القريب اللي هو بعيد برضو بعد سنه ونص هدف افريقيا يكون في كلام اوقع من كده، لانه انت هتلعب 24 و25 بطولتين افريقيا. فهتفضل طول الوقت تقول احنا ان هو مش مطالب
وهو في وقت اساسا للاعداد. يعني ارجو ان النظره دي تتغير شويه. صحيح. واعتقد ان اتحاد الكوره ممكن يغير النظره دي. ومش بالاجبار يعني، مش عافيه يعني. صحيح. كلها تفاهمات فنيه، كلها تفاهمات يعني، الامور طالما العلاقه كويسه تتعمل يعني. ايه رايك في عوده طارق حامد للمنتخب؟ عوده طارق لعيب كبير ويرجع في اي وقت. في اي وقت يرجع، في اي وقت طارق، والراجل شايف انه هيفيده في الناحيه الفنيه عنده، فطبعا لازم يجيبه. لعيب عادي. هتقول لي انتوا ما كنتوش بتجيبوه، انا السؤال انت بتقول يرجع وانت ما كنتوش بتجيبوه. ليه؟ هرجع لك للاجابه الاولانيه. اتفضل. اللي هي لانه انك انت ليك كان استبعاد عشان الناحيه الفنيه فقط لا غير، والراجل كان شايف انه طريق مش هتفيده في او مش هتساعده قوي بشكل كبير في الناحيه في التكتيك بتاعه، فعمل كده. فهتلاقي واحد تاني ياخد طارق، وطارق هيبقى كويس. عادي، اختلاف اراء المدربين متاح يعني. المهم في النهايه النتائج الكبيره مع بعض، شغل المجموعه مع بعض. صحيح. طيب اتحاد الكوره من شهر ونص تقريبا حضرتك كنت معايا وقلت لي انه خدت وعد من اتحاد الكوره خلال اسبوع هيتم حل المستحقات المتاخره للجهاز المعاون لمنتخب مصر. الامور دي اتحلت ولا ما اتحلتش؟ لا لسه ما اتحلتش. ما اتحلتش؟ لا لسه ما اتحلتش. واخر مكالمه بيني وبين الاستاذ خالد درندبي كنا رحت انا ومحمد شوقي الاتحاد وقعدنا مع اللواء مشهور واتكلم معانا، والراجل متفهم وما الناس، المشكله مشكله ماليه داخل الاتحاد حسب ما قيل لنا. وخالد برضه نفس القصه هقول لك تاني. الاستاذ خالد كلمني و اتفضل يا كابتن ضيا. وقال لي على يعني خلال الاسبوع اللي جاي ده ان شاء الله هيبقى في مداخيل، وان شاء الله هحل الموضوع كاملا. طبعا انت عارف استاذ خالد الدرندلانه يعني، وكلهم يعني، فاحنا ما يعني ما فيش في ايدينا حاجه نعملها غير ان احنا نسمع. ده هو الموضوع طول وبقى دمه تقيل، لان احنا جه بعدينا جهازين وبقى عندك اجهزه اجنبيه. ما اعتقدش ان ال 10 اجانب اللي موجودين ما خدوش فلوسهم الشهر ده يعني. صحيح. فاتمنى ان شاء الله. متعشمين فيك انت والكابتن محمد شوقي تقريبا، او يمكن الفلوس كتيره كابتن ضيا معاك فانت برضو مش محتاج يعني، فخلاص سيبها لاتحاد الكوره. اتمنى ان شاء الله انه يخلص الاسبوع ده. الامور هتخلص الاسبوع ده. اتمنى. اتمنى ان شاء الله حسب وعد. متفائل طيب انها هتخلص الاسبوع ده؟ يعني مش عايز اتشائم يعني، لانه انا متفائل دايما، مش عايز اتشائم يعني. صحيح صحيح. كابتن ضيا دايما بتشرف ودايما بتنور، واسمع عنك كل خير. المدرب العام الاسبق لمنتخبنا الوطني، انا بشكرك شكرا جزيلا.